تصاعدت حدة التظاهرات في مختلف المناطق البحرانية تزامناً مع ذكرى الاحتلال السعودي والإماراتي للبحرين والذي لا يزال قائماً. وقد أحيت القوى الثورية هذه الذكرى بشعار مقاومة وتكريم وردة الثورة المفضوخة في إشارة لرأس الشهيد أحمد الفرحان والذي اغتالته قوات الاحتلال في جزيرة سترة جنوبي العاصمة المنامة. وقمعت قوات النظام الخليفي المسيرة الرافضة للاحتلال في بلدة بني جمرة بالقوة المفرطة بأسلحتها النارية المحرمة دوليا. فيما وقعت صدامات عنيفة في بلدة أبو صيبع بين القوات والمحتجين. إلى ذلك شهدت جزيرة سترة تظاهرات غاضبة دعا لها شباب التغيير رفضا للاحتلال السعودي والإماراتي، كما شهدت العديد من المناطق مداهمات لمنازل المواطنين أسفرت عن اعتقال العديد من النشطاء، من بينهم عالم الدين الشيخ رياض الحني والذي داهمت ميليشيات تابعة لوزارة الداخلية منزله فجر اليوم الجمعة واعتقلته وسط تحليق مروحي وتزايد حدة القلق على سلامته ومصيره.